بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الظروف الصعبة جدا والتي يعيشها قطاع غزة لليوم 37 على التوالي، ومع انقطاع الإمدادات وشح الموارد لدينا، وفي سبيل الاستمرار بتقديم خدمة صحية متميزة، فقد تمكنت القوات المسلحة الأردنية وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه مساء يوم أمس من تزويد المستشفى بالدفعة الثانية من الإنزال والتزويد الجوي، حيث تم إسقاط 3 طرود تحتوي على مواد طبية وأدوية ومستلزمات أساسية من خلال إسقاط 3 طرود جديدة على موقع محدد مسبق، وهو نفس الموقع السابق، بواسطة المظلات الموجهة بنظام GPS، ويحتوي كل طرد على ما مجموعه 1000 كيلوغرام من المواد. وتأتي أهمية هذه المواد نظرا للحاجة الماسة لها بعد إسقاط الدفعة الأولى من المواد والأدوية، حيث قام الأطباء والصيدلاني بجرد محتويات الدفعة الأولى من الطرود، حيث ظهرت الحاجة إلى بعض الأنواع الجديدة من الأدوية، وذلك لعلاج الجرحى والمصابين من الأخوة والأشقاء في قطاع غزة، خاصة مع حاجتهم لتلك الأدوية والعلاجات والتي تساعد على سرعة شفائهم وعدم توفر كميات كافية منها، خاصة في ظل الغارات الجوية والعمليات المستمرة والمكثفة والأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين. وفي المرة السابقة لاقت عملية تزويد المستشفى استحسان جميع الفئات المجتمع في قطاع غزة، وأعطاهم بصيص من الأمل لأن تكون هذه العملية هي بادرة للأردن وغيرها من الدول لتزويد قطاع غزة بمثل هذه المساعدات الإنسانية، وكما هي عادة المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتنا في القوات المسلحة أنهم دائما يلتقطوا الرسائل الإنسانية وسباقين في مد يد العون. فالحمد لله تمكنوا من تكرار عملية التزويد الجوي في أقل من أسبوع. فيما يخص الأعداد الجرحى والمصابين، فقد تعاملنا خلال الأسبوع الماضي مع ما مجموعه 817 حالة، منها 712 حالة روتينية مراجعات للعيادات الموجودة عندنا، وهي عيادات من مختلف التخصصات تشمل عيادات الباطنية والجراحة والأطفال والعظام والعيون والأسنان والأذنية، إضافة إلى الأشعة والمختبر وقسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى 102 حالة ناتجة عن إصابات الحرب، سواء إصابات مباشرة أو غير مباشرة بسبب أعمال القصف، ودخل عندنا في قسم الدخول 3 حالات جديدة، ليصل عدد الحالات الموجودة إلى 11 حالة، متوقع أن يتعافى منها 7 حالات وتخرج خلال اليومين القادمات. مجموع الكلي للحالات 817 حالة خلال الأسبوع الماضي. ومن منبر جريدة الرأي، الجريدة الأردنية التي نعتز ونفتخر فيها، أود أن أطمئن جلالة قائدنا الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأهل والأحبة في الوطن الغالي بأن جميع مرتبات المستشفى بخير وصحة ومعنويات عالية ولله الحمد. كما أود أن أطمئن الإخوة في قطاع غزة بأن المستشفى الأردني وجميع مرتباته مصرين وملتزمين بتقديم الخدمة الإنسانية وإيصال الرسالة الإنسانية النبيلة التي تنادي بها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في كافة أقطار الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى، وخاصة فلسطين الشقيقة التي نعتبرها ونعتبر شعبها هم شعب واحد وبلد واحد، وبإذن الله تنتهي هذه الحرب في أقرب فرصة وأسرع وقت، وأن يزيل الله يزيل
الله تعالى عن الأخوة هذه المحنة. وشكرا لك يا ست إيمان، وشكرا لجريدة الرأي، وإن شاء الله أتمنى تكون الرسالة وافية وكافية وجاوبت عن جميع الاستفسارات اللي بتودي حضرتك عن الإجابة عنها.